مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم في تغطية خاصة من تلفزيون اليوم السابع لتطورات أسواق الذهب على مدار أسبوع. حلقة النهاردة هتكون خاصة جدا، هنتعرف فيها على شوية نصائح إزاي نتعامل مع تطورات أسعار الذهب والتغيرات اللي بيشهدها سوق الذهب. هل يا ترى الناس اللي اشترت لما الأسعار كانت فوق مستوى 1850 جنيه تعرضت لخسائر ولا إيه اللي حصل؟ هل يا ترى الوقت ده مناسب للشراء ولا لا؟ وكمان يا ترى السوق ده رايح على فين؟ هل في زيادات الايام اللي جايه ولا فيه انخفاض؟ وهنتعرف مع بعض ازاي انت كمستهلك او كحد بتتعامل في سوق الذهب ازاي تقدر تتعامل مع التغيرات المستمره فيما يتعلق بسعر المعدن النفيس، سواء كنت هنا بتشتري من السوق المصري او حتى بتضارب وتشتري الذهب من بعض التطبيقات العالمية أو بتتداول عليه عالميا اللي احنا بنسميه الفوركس. هيكون معانا الأستاذ علاء راشد خبير أسواق الذهب والمعادن الثمينة ورئيس جولد بيليون، هنتعرف منه على شوية نصايح احنا نعمل ايه الفترة اللي جاية، خاصة انه السعر بقاله شوية مستقر على مستويات 1870، هل هيحصل فيه انخفاض مرة تاني ولا السوق هيرتد مرتفعا؟ بنرحب بيك معانا يا فندم في تلفزيون اليوم السابع. أهلا وسهلا. يعني حابين نعرف بداية كده، يعني سوق الذهب في الفترة اللي فاتت حصل فيه بعض التغيرات أكتر من مرة هبوطا وارتفاعا، وبعدين الأسعار استقرت على مستوى 1720 جنيه، يعني أنت شايف التغيرات دي إزاي ومستقبل سوق الذهب الأيام اللي جاية هيبقى عامل إزاي؟ الحقيقة يعني إحنا الأسبوع اللي فات بالأخص كان ممكن إن إحنا نشوف أسعار أقل بكتير من الـ 1720 وحتى الـ 1715 على سبيل المثال، ولكن يمكن التباين اللي كان موجود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كان اللي ما مخلي السوق ماسك نفسه زي ما بنقول ماسك نفسه شوية، فما كانش حاسس خالص يمكن بأي تأثر في سعر الأونصة عالمي أو زي ما نسميه سعر الشاشة، لأنه كان عندنا تراجع قوي جدا يوم الجمعة قبل اللي فاتت بالظبط بعد اخبار البطاله، فكان عندنا تراجع قوي جدا، ولكن مع ذلك كانت الاسعار الى حد كبير مستقر. ف يعني مع الاسبوع اللي فات بالظبط شفنا انه السوق كان مذبذب جدا، شغال في رينج ماركت كده، حركه عرضيه الى حد ما، بسبب انه عندي سعر الأونصة عالمي بيتراجع، وفي الجانب الثاني عندي في ارتفاعات بسيطه او طفيفه في سعر الصرف. بالنسبه لتوقعات الفتره الجايه وبالاخص الاسبوع اللي احنا فيه في الوقت الحالي، يعني بعد ما نبص بصه سريعه كده على نهايه الجلسه الاسبوع الماضي، فنقدر نقول انه الى حد ما في بوادر ايجابيه، فممكن الى حد كبير نشوف باذن الله ما بين يوم الاثنين للثلاثاء القادم ممكن نبدا ان احنا نسمع اسعار ما بين 1750 ل 1760 جنيه لسعر عيار 21، يعني ارتفاع ما يقارب تقريبا 30 ل 40 جنيه تقريبا في الجرام. طيب لو رحنا كده للناس بقى اللي اشترت على مستويات 1850، هل الناس دي خسرت يا فندم ولا يعني قد تعود الاسعار ادراجها مره ثانيه؟ الحقيقه هو نظريا يعتبر ان هو خسران، يعني هو لو قرر ان هو يبيع دلوقتي الذهب اللي اشتراه على السعر من 1850 هو يعتبر خساره، لكن دي بتبقى حاجه بنسميها فلوتنج لوس او خساره عائمه، هي لسه خساره غير محققه فعليا، هي خساره عائمه، ولكن بشكل او اخر كده كده الذهب من الطبيعي جدا التراجع اللي حصل فيه هو ما بين عمليات جني ارباح، الماركت بيهدى شيء طبيعي جدا عشان ياخد مومنتوم وياخد زخم ويبدا ان هو يكمل تاني. الهبوط اللي حصل في الاسعار من سعر 1950 عموما ما اقدرش اقول عليه ان هو تغير في الاتجاه من اتجاه صاعد الى اتجاه هابط حتى هذه اللحظه، حتى لو نزلت الاسعار كمان اقل من 1650 لا زالت برضه السوق في اتجاه صاعد، فبناء عليه لا طبعا ما فيش مشكله، يعني في اقرب فرصه اكيد بنسمع تاني الاسعار دي واسعار اعلى الى حد كبير الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب يعني لو في نصايح معينه نقول للمستهلك يتعامل بيها في السوق، ايه ابرز النصايح عشان ما اخسرش؟ يعني احنا شايفين ناس يعني بتاخد قرارات عنيفه وبتشتري بكل المبالغ اللي معاها ذهب، هل في نصايح معينه نتعامل مع هذا الامر؟ يعني ان احنا نتجنب الخساره تماما، ان ما نخسرش خالص او نبقى معرضين تماما للخساره، فده شيء صعب، لان في الاخر الذهب هو سوق عالمي او بشكل عام هي بورصه عالميه، الذهب في مصر هو سوق الذهب
سلع فرق الاخر بتطلع وتنزل فيها فتره بتبقى مستقره فتره ثانيه ذهب بيطلع ذهب بينزل الى حد كبير. لكن في شويه نصائح ممكن ان احنا لو اعتمدنا عليها نقلل الى حد كبير فرصه انه يبقى فيه خسائر محققه الى حد كبير جدا ممكن ان احنا نعتمد عليها. اول حاجه المفروض انه الطبيعي جدا الناس اللي هم ممكن غير مختصين لما اجي اقرر ان انا اشتري بجزء من السيوله عندي او من الكاش بتاعي ذهب يبقى انا لازم قبلها على طول استشير حد مختص. ده من اهم الحاجات اللي انا لازم استشير حد مختص. الفتره اللي جايه فيها ايه لازم استشير اساله الفتره اللي جايه فيها ايه. ولو امكن يبقى مثلا اثنين على سبيل المثال. فلو الاثنين اجمعوا لي انه الفتره اللي جايه والله متوقع ان الفتره الجايه يبقى فيه ازمات الى حد ما او غيره من تفاصيل خلاص يبقى في الفتره يبقى بناء عليه انا ببدا ان انا اتجه في ان انا اشتري ذهب. لكن ان انا الاقي موضوع الترند شويه ان الناس كلها تشتري مثلا او في ترند شويه ان الناس كلها تشتري او كده الى حد كبير ده ممكن يكون قرار مستعجل قوي او غلط يعني الى حد كبير بيروح في الاتجاهات دي الى حد كبير. يمكن دي من اهم النقط. تاني نقطه بالنسبه لي هي عمل متوسط سعر. يعني دايما وابدا متوسط السعر ده بيخليك عندك فرصه في سعر الدخول افضل. يعني مثلا على سبيل المثال بدل من مثلا ما انا شاري كل الكميه كلها مثلا من سعر معين ولا افترض على سبيل المثال من 1800 ممكن اشتري جزء من 1800 جزء ثاني من 1750 فانا بعمل متوسط مثلا الاقي نفسي في الاخر عامل عند 1780 على سبيل المثال يبقى انا هنا كده الى حد ما امنت سعر افضل من كوني كنت شاري كل الكميه من سعر 1800. ده بالتاكيد بيديني افضليه احسن بكتير من ان اشتري مره واحده بكل الفلوس اللي معايا بكل الكاش اللي معايا من عند سعر واحد سعر معين. تمام. ممكن بعد كده يعني ممكن بعد كده عندنا طبعا المتابعه. يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن بتبقى ليها تاثير سلبي لحد كبير هي المتابعه اليوميه للسوشيال ميديا والاسعار. يعني انا المفروض لو انا مثلا دلوقتي بشتري ذهب علشان كنوع من الادخار وبتحوط طبعا من هبوط قيمه الجنيه مثلا الى حد كبير خلاص يبقى بناء عليه مش المفروض ان انا يوميا اكون بتابع السعر عمل ايه السعر ماشي ازاي وابدا اتابع السوشيال ميديا او جروبات السوشيال ميديا اللي ممكن ناس كتير طبعا بتقول وجهه نظرها ما بين انا والله السوق طالع جامد السوق نازل جامد فيبدا ده كله يبدا ان هو ياثر عليك نفسيا في اتخاذ قرار مناسب بالتاكيد. يعني قطعا غصب عنك هتلاقي نفسك اتاثرت بانك خايف قوي او انك متفائل جدا ما بين هذا وما بين ذاك فطبعا لا ده صح ولا ده صح. في العموم الاحسن دايما تبقى مع ناس مختصه ناس تقول لك النصيحه على اساس منطقي وعلمي مظبوط وبناء عليه تحدد انت والله ماشي صح او لا محتاج تعيد تاني حساباتك من جديد. من اكثر الحاجات اللي كانت شائعه الفتره الاخيره هي ان في ناس بتضطر ممكن انها تستلف كاش علشان تلحق علشان تلحق انها تشتري. طبعا ده قرار كارثي طبعا ده قرار غلط جدا 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 ده قطعا ده قرار غلط حيث ان هم وجهه نظرهم ان انا الحق دلوقتي لو اشتريت لي مثلا كميه معينه من الذهب اكبر من امكانياتي انا الشخصيه فاقدر اعمل عائد اكبر بكتير فوالله اقدر ساعتها ان انا اسد الكارد ده او اسد السلف ده واقدر اسد الدين ده طبعا متعرض لخسائر كبيره طبعا 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 ده طبعا قرار غير مناسب. وطبعا عندنا شراء المشغولات. يعني دايما احنا بنتجنب شراء المشغولات لو بنتكلم على ذهب الذهب الحقيقي يعني الملموس فنتجنب طبعا شراء المشغولات والاحسن بيبقى السبائك والجنيهات. ولكن في مشغولات بتكون المصنوعيه بتاعتها قد الجنيهات الاحجام طبعا الجنيه وقد السبائك اوزان صغيره ولكن ده بيبقى على حسب. يعني ممكن مثلا تكون سيده مثلا فاضله او حاجه عايزه مثلا تستخدم الذهب دوت بس مش مهتمه بامر الكاش باك قوي يعني ال 15 20 جنيه بتوع الكاش باك مش هيفرقوا قوي فخلاص الحاله دي وانا حاسه انا مثلا سنين كتير فما فيش مشكله ده ممكن ساعتها ممكن انا اتجه للمشغول يعني في الحاله دي بس. طيب هاخدك ونروح شويه للسوق العالمي. يعني احنا كنا على مستويات فوق ال 1900 دولار الفتره اللي فاتت وبعد رفع الفايده 25 نقطة في الولايات المتحدة الأمريكية لقينا الأسعار بدأت تتراجع لما دون ال 1900 دولار. هل ممكن الذهب يرجع تاني على المستوى القريب لفوق ال 1900 دولار الفترة اللي جاية؟ متوقع بإذن الله. يعني بناء على إغلاق الأخير يوم الجمعة اللي فات يعني احنا متوقع لحد ما في زي ما قلت بوادر إيجابية للماركت متوقع إن احنا واحدة واحدة فعلا نبدأ نشوف تاني يرجع تاني للأسعار لأن زي ما اتفقنا إنه السوق الذهب لا زال في اتجاه ثابت على الميديوم واللونج تيرم. يعني هو على الاجل القصير هو في اتجاه
هابط، انما في الاجل المتوسط الطويل هو في اتجاه صاعد عادي جدا. واللي بيحصل ده هو الطويل ده يا فندم يعني مثلا كمده زمنيه قد ايه عشان برضو نعرف الساده المشاهدين؟ يعني احنا متوقعين بشكل عام من لحد نهايه الشهر، يعني من اول اسبوع ده لحد نهايه الشهر باذن الله، ده متوقع بنسبه كبيره. يعني متوقع يعني صعود؟ باذن الله باذن الله. ايه الحاجات اللي بتدعم فكره الصعود عالميا؟ يعني احنا بنتكلم على فوق ال $1,900، ايه يعني الدعائم لحركه الصعود العالميه؟ هو مش شرط يوصل للمستوى ده بالتحديد، بس احنا بنتكلم انه الذهب الى حد كبير بيتداول دلوقتي عند مستويات الى حد كبير كويسه. لو جينا شفنا في الجانب الثاني فنيا برضو مؤشر الدولار او الدولار اندكس زي ما بنقول عليه مثلا، هنلاقي برضو ان هو الى حد كبير بدا يوصل عند اماكن الى حد كبير برضو ممكن يحصل منها نوع من التصحيح، بما ان بالنسبه كبيره جدا العلاقه ما بينهم عكسيه، فبنتوقع انه يكون في بوادر ايجابيه متفائله. حتى لو حصل تراجع شويه بسيطه، يعني ما حصلش على طول من اول الاسبوع عندي الصعود اللي احنا متوقعينه، حصل منه تراجع شويه بسيطه، فدي ساعتها برضه بتكون فرصه كويسه تانية ان انا ممكن ساعتها اشتري تاني واعمل متوسط سعر. لان زي ما اتفقنا الذهب لحد كبير وصل عند مناطق كويسه جدا للشراء لحد كبير. طيب كان في تقارير الاسبوعين اللي فاتوا دول بنتكلم على اتجاه كبير من البنوك المركزيه في العالم لشراء اطنان كبيره من الذهب لزياده الاحتياطي عندها. هل ده بكل انعكاسات على الاسعار بشكل مباشر على الفتره اللي جايه؟ اكيد طبعا، ان البنوك المركزيه بشكل عام تتجه للتقاعد، ده شيء طبيعي جدا. تقرير مجلس الذهب العالمي كان بيقول ان دي كانت طفره في حجم الطلب الموجود من قبل البنوك المركزيه. بالتاكيد طبعا، بالتاكيد ده بيعمل طبعا او كان اكيد من ضمن الاسباب اللي كانت خلت او لقينا فيها اسعار الذهب عالميا بتطلع بالشكل اللي احنا شفناه الفترة الأخيرة. يعني أنا على الرغم من إن أنا عندي رفع فايدة بشكل مستمر، إلا إن الذهب كان ماسك نفسه جدا، وكان كمان هو في الجانب الثاني هو كمان بيصعد وعمل كل الخسائر اللي كان من أول ما بدأنا بالظبط كده رفع الفايدة. يعني تقريبا هو كل الخسائر ابتلاها تقريبا من أول ما بدأنا رفع الفايدة. بما إن متوقع الفترة اللي جاية لحد كبير إن احنا نبدأ نهدي او تبدا تهدى الوتيره بتاعه رفع الفايده، فالى حد كبير ممكن نقول ان ده طبعا بنسبه كبيره هيكون في صالح طبعا الذهب بشكل واضح. نشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ علاء راشد، كنت معانا في التلفزيون اليوم السابع، وزي ما حضراتكم شفتوا في نصايح واضحه التعامل بهدوء في سوق الذهب، ما نتخذش قرارات عنيفه بالشراء بكميات كبيره، يعني زي ما بنقول عشان نلحق فترة هبوط الأسعار، لا، اعمل متوسطات سعرية وخليك حريص جدا وانت بتاخد قرار الشراء والبيع. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا في تغطيات اقتصادية أخرى تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع.